تعليقك إذا على مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، تفضل. يعني بلا شك مثل ما تفضل الإخوة ومذكر المدربين في المؤتمر الصحفي، المباراة لعبت بشكل متحفظ جدا من ناحية أتلتيكو مدريد. في الشوط الأول استقبل اللاعب لعب وفقا لإمكانياته، لكنه في الشوط الثاني قدم مباراة هجومية ممتازة. مانشستر سيتي خاض المباراة محملا بأثقال مباراته مع ليفربول، الفريق ظهر عليه الإرهاق البدني بشكل واضح في الشوط الثاني. هذه المشكلة الأكبر التي سيواجهها غوارديولا في الفترة الحالية، الضغوطات المتعلقة باللعب على أكثر من جهة. غوارديولا يلعب على 3 بطولات حاليا والتنافسية فيها مرتفعة بشكل كبير. مشكلة كبيرة واجهها أمس من الناحية البدنية، وشاهدنا كذلك تبديلين اضطراريين، دي بروينه وولكر، قدما ملخص للضغوطات التي يعيشها غوارديولا من الناحية البدنية. رغم ذلك كله بلا شك كانت مباراة قوية جدا، التماسك الدفاعي هو من قاد مانشستر سيتي إلى التأهل. بالمقابل أتلتيكو مدريد مثل ما ذكرت لعب على إمكانياته بشكل ذكي جدا، ظهر بصورة مميزة أمام أحد أقوى الفرق في العالم لم يكن أقواها حاليا. شاهدنا تبديلات سيميوني في الشوط الثاني صنعت الفارق وقدمت الإضافة الهجومية بشكل كبير، خاصة عندما دخل لاعب مثل كاراسكو وأنخيل كوريا، زاد من الضغوطات على دفاع مانشستر سيتي. بلا شك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة كان غوارديولا محظوظا، خاصة أنه خسر تبديلين اضطراريين، لكنه كان محظوظا بشكل دفاعي جيد أبقاه متواجدا في البطولة.